الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم لنا هذا الشهر على ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استمرت الأيام تمر سريعا حتى وصلنا إلى العشر الأخيرة، إلى العشر المباركة، وكان أهل العلم يفضلون من الزمان ثلاث عشرات: العشر الأول من محرم، العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأخيرة من شهر رمضان، وكانوا يفضلون ليالي هذه العشر على ليالي الدنيا كلها، لأن فيها ليلة القدر. هذه الليلة المباركة، من شرف هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى يقول عنها: وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر غيرها. ومن شرف هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى يقول عنها أيضا: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب في هذه الليلة مقادير العباد في السنة القادمة، يكتب الشقي، يكتب السعيد، يكتب من يتزوج، يكتب من يموت، يكتب من يحج. لذا كان على العبد العاقل أن يغتنم هذه الليلة في الدعاء، لأن الدعاء يتغير به القدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يدعو الإنسان بكل ما يحب من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، ولا يستصعب على الله سبحانه وتعالى شيئا، لا ينظر أن الشيء ربما يكون صعبا أو مستحيلا، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا مفتاح العبودية، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن أفضل الأدعية التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذه الليلة المباركة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، حينما سألته عن دعاء هذه الليلة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أريت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لماذا العفو؟ لأن العفو مقام عظيم، مقام جليل. إذا عفى الله سبحانه وتعالى عن عبده محى له سيئاته ومحى له ذنوبه، ويأتي العبد يوم القيامة وليس في صحيفته ذنب وليس في صحيفته سيئة، بل يأتي العبد يوم القيامة وليس عليه شاهد بالذنب، لأن الإنسان يشهد عليه يوم القيامة جوارحه، وتشهد عليه الأرض التي يمشي عليها، ويشهد عليه الملائكة الكرام. إذا عفى الله سبحانه وتعالى عن العبد أنسى الله الأرض ذنوبه، وأنسى جوارحه ذنوبه، وأنسى الملائكة ذنوبه، فيأتي العبد يوم القيامة وليس عليه شاهد بالذنب. من بركة هذه الليلة أن الملائكة تتنزل فيها بأعداد كثيرة، قال ربنا سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، معهم كبيرهم جبريل عليه السلام، ينزل تواصلا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن انقطع الوحي بوفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل جبريل في عدد كبير من الملائكة يصلون على عباد الله ويسلمون عليهم ويؤمنون على دعائهم. لذا كانت هذه الليلة ليلة سلام، ليلة بركة. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم إنا نبرأ من الثقة في غيرك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء والبلاء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا رسول الله.